أن تتمسكي يدك، أصيبت عائلتي بالأكومة، أعالجك. فقط قطعة واحدة، وإذا أكلتها فسوف تنتهي. أعرف كيف أحصل على المزيد. إله، الكوامي الذي يستخدم قوته دون مالكه يتسبب في كارثة. أنا كوامي الزعيم. استخدمت شوجر كيوب قوتها. شوجر كيوب؟ تيكي، كوامي الدعسوقة. تيكي أرجوك توقفي وتحكمي بنفسك. لكن مارينيت، أنا سأصنع أكبر عدالات في العالم. تيكي لديها حالة من نهم الأطعمة. حالة؟ آخر مرة منذ قرون حين اكتشف البشر الشوكولاتة، أمطرت موس الشوكولاتة لأسابيع. لا تقلق، هناك سبب لوجود كوامي الدمار أكيد. هيا يا إدريان تحول. لا، مخالب. راح الطاقة. الخطبية. أو لا، لا مشكلة، سأقوم بعمل آخر. لكن أكبر بكثير. إذا سأس محق، لكن لما لم تخبريني؟ كنت أخشى أن أكون سيئة في نظرك بسبب نهمي. بالطبع لا، سوف أحبك دائما يا تيكي. كلنا لدينا نقاط ضعف، سأساعدك في التغلب على ضعفك مثلما تساعدينني في مشاكلي. أنت يمكنك المقاومة، لدي ثقة بك، انظري إلي. أحسنت. الآن يا تيكي، وقت النقاط. طفلتي أين ذهبت؟ مارينيت. شكرا لمساعدتك مع الجلد. كيف حال الكوام؟ أفضل؟ نعم، لن يتكرر الأمر. كيف وصل شادو موث لعائلة دوبان تشانغ مجددا؟ ألم تمنحيهم التعويذة؟ فعلت، لكن قد وجد طريقة للتغلب عليها، لكن هذا لن يمنعنا من إنقاذهم. مارينيت. لنجد أين يخبئ شادو موث الأكومة. لا شيء. ربما هذا. لن تمنعنا من منح مارينيت كل الحرية التي تريدها. لا حرية بدون انضباط. إنها طفلتي. مارينيت كبيرة وتعرف المناسب لها. الشخص الذي تحتاجه هو أنا. الأكومة موجودة داخل شيء مماثل لدى الأشرار.